بدين الحب آمنا سنحييه ولن يفنى بنو الإنسان فطرتنا لبذل الخير تدفعنا عطاء واجب منا بلا فضل ولا منا ولا حتى لكي يحكى غدا للناس أن كنا عطاء أينما كنا لتلقى روحنا جنة سلام تطمئن به قلوب آمنت معنا سنمضي ليس تمنعنا رياح إن تواجهنا أليست هكذا الدنيا تعلمنا فلسنا من بني العذار ولا نهوى سوى الإصرار لأن الحب ملهمنا وقائدنا بدين الحب آمنا سنحييه ولن يفنى جميل بكل تفاصيله، بأهله، بشوارعه وأزقته، بذكريات موصولة بكل حدث فيه، بضحكة الأصدقاء واجتماع الأهل والأحباب. هو ذاك المكان الذي يشعرك بالانتماء ويحتضن أحلامك ويؤمن استقرارك. الوطن هو وطن المعيشة، بغض النظر عن مكان إصدار جواز سفرك وخانة كتب فيها مكان ولادتك. أم غفران واحدة من القصص التي يعيشها أكثر من 50 مليون مغترب حول العالم. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك اختي؟ الله يبارك فيك اختي. احنا من جمعية خيرية وقاعدين نجمع تبرعات، فاذا تقدرون تساعدونا احنا نجمع للايتام ونجمع للفقراء اذا ما في احراج. اوكي. مرحبا. بس انا تبرعات من يانا حتى اعرف اوصلك اسم ملابس. احنا ما تفرق عندنا شو اللي تقدرون تساعدون. احنا عندنا ايتام وعندنا فقراء. باي
انتوا عندكم ايتام؟ هو احنا ايتام اصلا. اه الحمد لله. زين منو مسؤول عليكم بالبيت؟ هسه ماما. اي انا طبعا اكبر وحدة. اي او بيت جدي. اه ماما موجودة؟ ماما اجا. ممكن اكلمها؟ اي اتوقع من اللهجة خليجي. اي من الامارات؟ والله احنا كنا عايشين في الامارات. اه ما شاء الله. كنتوا في الامارات؟ في الامارات. الامارات واخوي والد في الامارات. ما شاء الله ما شاء الله. قبل 3 سنين بابا توفى بالامارات. الله يرحمه. رجعنا هناك ورجعنا. رجعتوا هنا؟ الله يكتب لكم خير. احنا مشاردنا في بلدي الثاني. الله يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك امي؟ شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. سامحينا طلعناك بهالبرد. الله يبارك فيك يا امي. احنا جمعيا ندور للايتام، يعني قاعدين نجمع، فانا ما ادري ان انتم عندكم ايتام. الله يعني صحبه ايتام. الله يحفظهم ان شاء الله. طيب ممكن تقربين شوي بس، يعني تقربين شوي عندي بس، ايوه عشان اسمع صوتك. احنا انا جاي اجمع، فما ينفع يعني اذا انتم عندكم ايتام ما ينفع. حتى الحمد لله على كل حال. وحلو انت تقولين الحمد لله. الحمد لله. اي الامارات كانت من الامارات. اي والله اخوي انا كنت بالامارات عايشه. وتوفى زوجي بحادث. الله يرحمه. اخويا مواليد الامارات. ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمه؟ الامارات. اي الله يبارك فيكم. يعني نحن لكم. يعني ينقهر انه احنا رجال، بس سبحان الله الحمد لله. كله نصيب. كله نصيب. من كان يصرف عليكم هو؟ الله يرحمه. الله يرحمه. شو كان يشتغل؟ والله تجارة، عنده كانت شركة نقل. بسبب الأوضاع مال العراق خسر فلوسه كلها، يعني الحمد لله كل اللي جمعنا راح. فجلطة بالسيارة، صار جلطة وأنا قاعدة جنبه أنا وابني ندعمنا، على أثرها صار عندي مرض سرطان. الله يعينك. تتعالجين؟ اي والله تعالجت. صار لي سنتين بدي اتعالج. والعلاج ماشي الحمد لله؟ الحمد لله. طيب ما عندك مهنه؟ انا كنت معلمه ببغداد. اه معلمه. بس لانه تركت بغداد وسافرت، وتعرف الوضع ببغداد هسه. طيب هنا ما قدرتي تتعيني؟ انا من اجيت راسا مباشره صار لي مرض السرطان. تعالجت سنة ونص، أنا أتعالج كيمياء وأنا يعني في وضع كلش مو زين، ما قدرت. وعندي 4 أيتام وقلتي خلهم يفضل الله. يعني هو يفضل بعد ما مات الوالد أنا رجعت هني عند أهلك. هو هي رجعت هنا. إقامتك موجودة ولا؟ إي أنا إقامتي هنا. لا إقامتك في الإمارات موجودة؟ لا كنت سألتها والله. ما ناوية ترجعين؟ شي رجع من يجي طيب. هو كله خير ورب العالمين ما ينسى عباده، وهو هي اختبارات، الدنيا كلها اختبارات. الله يكتب لكم خير. يعني من عمرها 3 سنوات انا الحمد لله عليك الخير. طيب يا ام منو؟ انا ام غفران. ام غفران. انا اعطوني الساده شيماء صح؟ اي تعال حمزه. هذه اوراق اولادك. اي اي تفضلي. نكفله ان شاء الله في الهلال الاحمر الامارات. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. شوف الحمد لله الحمد لله الله ما يقطع. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك. اقدر بس اعرف منو؟ ناس يحبون الخير. عاد اهلي الامارات. عاد اهلي الامارات. انا عشت نادي والله على الراس اهلي الامارات. الحمد لله الحمد لله. بس انا ما قدرت اعيش. تعرف الوحده وبيتها اطفال كانوا صغار. جبتهم قبل 4 سنوات كانت انا يعني رابع اعدادي عاشر يعني. وهنا ثاني ابتدائي
بخامس ابتدائي صغار ما قدرت، والصدمة كانت كبيرة علي، قدرت أبقى. الله يسر، الله يكتب لك الخير. زين أنا عندي ورقة. وين راحت الورقة؟ يبي ينظف يبي ينظف. شراني شراني. كم عمره؟ 4 سنوات ونص. طيب استاذة شيماء، هذه ورقة فيها ورقة علاج، انا بس خليني اسجل اسمك. اعطيني اسمك الله يبارك فيك. شيماء. هو في تحديد قيمة مبلغ، أنا أقدر أحدده وأحط لك المبلغ اللي يعني يساعدك في العلاج ويساعد أسرتك، لكن أنا راح أخليه مفتوح بعد ما يجون يشوفون أوراقكم ياخذونكم إن شاء الله، راح نتكفل في كل علاجك إن شاء الله، والله يكتب لكم خير. هذا مبلغ هدية للبنات الصغيرون، الله يبارك فيك وكل خير، وإذا إن شاء الله قدرنا نرجعكم الإمارات إن شاء الله. الله أكبر، على الأقل يشوف قبر أبوه. تبين تزورين الإمارات ولا تبين تسكنين فيها؟ يعني ما شنو هالكرم. هذا صار الاختيار عندكم، إذا كانت كان الموضوع زيارة فكلكم إن شاء الله راح تزورون الإمارات. يا أمي الله يبارك فيك. طيب وإذا يعني كل هذه أسباب وإحنا نعرف إن الناس للناس. الله يحفظك. يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. طيب إن شاء الله خلال هالفترة إن شاء الله بس نشوف موضوع علاج، تتعالجين إن شاء الله في الإمارات علاج كامل. الله أكبر. وإن شاء الله يعني والله. يا رب قادر على مو بعيد عليكم أهل الإمارات أهل الكرم، مو بعيدة. كلنا أسباب والله كلنا أسباب يعني، والدنيا بخير الحمد لله. الله يحفظك إن شاء الله. أنا صايمة يعني، أدعي لك وأدعي لكم يا ربي بالصحة والعافية والستر يا إلهي. يعني من غير هذا الموقف إحنا ندعي لكم. الله يحفظك. أحلى أيام حياتنا إحنا. يجين بناتي ما يعرفون العراق، ما شافوهم أيام الحرب والهجرة، طلعنا جنين الإمارات بحيث مني يقولون احنا نحب الامارات، يزعلون اهلنا واقولهم هم عاشوا يعني صح. صح، واللي تربى في مكان صعب ينسى. صح. خلاص طفولته وحياته كلها فيها. والله 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 مدى ابالغ والله، واني صايد من يقولوا لي تحنين اقول لهم احنين. طيب ان شاء الله وراح تردين ان شاء الله الامارات وتشوفين الخير. الله يبارك فيك يا امي. انا مره واحد قال لي اصلع لنفسك ماضي جميل، اصلع لنفسك ماضي جميل، وانا هذا اللي قاعد اسويه، انه يكون ان شاء الله ماضينا جميل الناس تذكرنا بالخير، وهذا مش بسببي، سبب كل اهل الخير اللي قاعد يساعدونا ان نفرحكم. والله ما كان ودي ان دمعه تنزل، لكن ان شاء الله تكون دمعه الفرحه ان شاء الله. يا امي سعد والله يا كل خير كل خير الحمد لله رب العالمين، واولادك ان شاء الله يكونون عندنا هناك في الامارات. الدنيا بخير يا امي والناس للناس. مع السلامه. يعطيك العافيه. شكرا. Thank you.
السلام عليكم، كيف حالك امي؟ الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك، تفضلي. الله يعطيك العافيه، طمنونا عنكم. الله يبارك فيكم، الله يعطيكم العافيه، حياكم في بلدكم الثاني. الله يبارك فيك، تفضل تفضل، حياكم. لأن الوعد كان أن تأتي أم غفران إلى دولة الإمارات وتتلقى العلاج اللازم، كان لابد أن نبذل كل الجهد رغم الظروف وأن نسعى بما يلزم حتى تصل هي وعائلتها بسلام وأمان، وها هي اليوم بيننا.